أنا اسمي وهيب رشيد كامل بيضون. كل بيت بيضون من الأشرفية ونفوس أشرفية إلا نحن نفوسنا مزرعة. جدي متعصب من زمان نقلنا نفوسنا من الأشرفية اللي بيقصد فيها الموارنة للمزرعة عند المسلمين، مع العلم إنه نص حي بيضون، لا بل حي بيضون بكامله يعتبر لبيت بيضون ملك يعني، ومخاطير عنا عن أيام الفينيقيين بعدهم بتولى من واحد لواحد للولد للجد لكذا. مخاطير وعندهم كلمة المختار بيضون بالأشرفية الموارنة، ما في إنسان بشوفه بيقربك المختار بيقربك بيحبوه كتير. ونحن ما عنا تعصب لا مذهبي ولا طائفة، بعائلتي أخدين شيعة، ستي أم أمي خالته لازم لعبد اللطيف الزان، أخواتي اثنين شباب أخدين شيعة، عندي خي عطى بنته لواحد إيرانة بكندا. قلت له لخي كيف تعطي إيرانة؟ قال ايه منه مسلم. قلت له لا منه مسلم، هذا فارس. قال يا خي بس ادمه، يعني ما عندنا نحن تعصب لا مذهبي ولا طائفي.